انه والله يطلع شويه. مرحبا بمشاهدينا الكرام على قناة الشعب، قناة شوف تي في، في هذا البث المباشر معنا رحمة الشريفة، الشريفة اللي طارت ومشات لقطر، الشريفة اللي دعات مع المنتخب واللي قالت لك الشياطين هما اللي خلوا المنتخب يخسر، ودعات البارح قالت لك دعات وصلات وبقات تدعي أن فرنسا تخسر، وخسرات فرنسا بالدعاء ديالها بالكمال على الله كي قالت لي، وأن الجنية عيشة ساعدتها باش ان فرنسا تخسر. الشريفه مولات البركه اللي عندها البركه واللي كتقول على ان عندها البركه وانها يعني ساكنه في بيت مع الجن. الشريفه شنو تقولي لي؟ السلام عليكم، بخير، صحيحه مزيانه، اموركم هانيه، مبروك. بعدا غنبارك لكم المطر الخير اللي طاح علينا ديال الخير دي مولانا ديال الشتاء، اللهم لك الحمد على هذا الخير بعد اللي طاح، وعلى هذا الشتاء الحمد لله اللي تسقط الارض، وربي يرحمنا، واحسن ما عطانا سيدي ربي هو هذا الخير دي مولانا اللي طاح ديال الشتاء، والحمد لله كل شيء حظ وكل شيء من عند الله الحمد لله. طيرتك العيشه؟ عيشه طرت ومشيت لقطر، مشيت شوف راه ما كنكذبش، طرت في السماء ولكن الشياطين كثروا، الشياطين كثروا، الكفار كثروا، اليهود، الجن اليهودي، انا كنهضر على الجن واليهود باش تفهموني، راني من داك الساعه وانا واكله العصا وطايحه مريضه بسببهم، ولكن ها هما والله فرنسا ما خداتها، دعيت حتى ما تاخذهاش فرنسا وها هي ما خداتهاش، المهم ما خداتهاش فرنسا، اللهم لك الحمد، ولكن داك الدعاء ديالي وداك الحمد لله الشياطين كثروا عليا راه ما تصوروش كي كثروا عليا وكيأداوني، وفي الدار تصور شحال أداوني وشحال هجموا عليا وشحال، ولكن الحمد لله كلشي اللي جات من عند سيدي ربي مرحبا، اللي كتجينا من عند الله مرحبا بها. انا ما هاد اللايفات اللي كندير سبحان الله العظيم ما عرفتش كيفاش كيكتابوا، والله ما عرفت كيفاش كيكتابوا. كيفاش طرتي ومشيتي لقطر؟ مشيت باش نساعد. كيفاش طرتي؟ طرت في السماء، انا كنمشي في السماء، طرت في السماء. كيفاش شفتي في السماء؟ انا شوف دابا انا كنهضر ولكن كيجيب لهم الله هاد الشيء تخاريف، هاد الشيء راه ماشي تخاريف، تيقوه تيقوا بالله، راه الجن كاين، ما تقولوش الجن ما كاينش، كاين الجن. طرت ولكن دعيت ودعاك ولكن الكمال على الله سبحانه، المهم فرنسا ما داتهاش، هذا هو المهم، ما داتهاش، انا كنت تما، المهم ماشي هي اللي ربحات. شنو درتي باش ان فرنسا ما تسمت ربع فيها؟ المهم كنت تما حاضره، ولكن كنت السر ما تقوليش، كنت كنحارب ما كنبانش، كنحارب الشياطين تنحارب، ولكن خصك تعرف راه 3 ايام بعدك لي كلمنا 3 ايام وانا ناعسه في الفراش ما تناكلش الماكله بطريف الشياطين، داكشي اللي داروا لي وداكشي اللي اداوني راه ما تصوروش اما العصا كناكلوها، عمركم شفتوا هاد الشريفه كتاكل العصا؟ ايوا انا دابا اللي كنهضر معاكم راه كناكل العصا بطريف الشياطين، يعني المعاناة اللي كنعاني راه غير ربي واقف معايا وصافي، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنطيري في السماء؟ كنمشي في السماء سيدي، أنا راه ما كيغلب، كيغلبني حتى جن، باش نبين لكم اللي كاين، ما كيغلبني حتى جن. كيكون فرنسا يكون كيما بغا يكون. أنا راني مع أكبر جن دابا كنحارب. أكبر جن. أكبر هو. أكبر خايب في الجنون. شكون هو؟ هو حمو. حمو. اخيب جن في الجنون، هذاك قضيتي عليه، هذاك هو دابا اللي راني جاو دابا معايا، دابا حضروا الملوك د الجن باش ياديو الشريفه باش يقدروا يقتلوها، يقدروا تموت، يقدروا، ولكن ربي عاد حاضيها، فهمتني؟ ربي حافظها، داير لها الملائكه حارسينها،
وطرتي كي طرتي في السماء؟ كنطير اسيدي كنمشي في السماء. كنمشي الاجواء في السماء؟ الاجواء ديالي انا في دقيقه كنمشي في دقيقه كنقدر نطير. انا كنمشي بالخف بالخف بالخف. يعني في رمشتعين؟ في رمشتعين نكون في اي بلاصه. في رمشتعين مشيتي قطر؟ مشيت ودعيت وحست هي بيا باللي انا ما كايناش معاها في البيت. عائشه؟ شريفه. حست بيا. تقول لها شريفه ما تقولش لها عائشه. انا عائشه انا شريفه انا جنيه راني شريفه انا شريفه كنصلي وكنعبد الله وكنبغي كن راني كناكل العصا كناكل العصا كناكل العصا. راه داك الصبر ديالي ما يصبروش حتى شي واحد. ولكن انا باش غنقول لكم راها حست براسها انا ما حاضرش معها داك الليله. حست براسها البلاصه اللي كنصلي فيها اللي غادي نهضر معكم ونقولها لكم. فاش كنصلي ثلاثة الليل تخوالي فيها سطل ديال الماء موسخ في الشجادة. مشيت نتوضا لقيت بيتي عامر بالماء. دخلت بديت كنبكي. قلت له يا ربي في غنعبد الله في الشتا كطيح. زدت لواحد القنية وصليت. يعني الشيطان راه ما كيخلي ما يدير لك. ما يخلي ما يدير لك اللي ما طايحالكش على البال يطيحها عليك. ينوض لك الفتنة ينوض لك الدباز ينوض لك المشاكل ينوض لك الويجك ما يخلي ما يدير عليك. طرتي في السماء؟ طرت في السماء. وانتي طايرة شنو شفتي؟ كنكون طايرة في العالم ديالي. في عالم. شنو تشوفي ديك الساعة؟ ما تنشوف كنكون طايرة غادا غير في الهواء. غير في الهواء. يعني دابا انتي جالسة معانا تقدري تكوني دابا تمشي للميريكان؟ نقدر نمشي لأي بلاصة. العالم. العالم تسارى هنا ما كاينش مشكل. هادشي راه ماشي تخراف ولا حقيقه. ملي تبقى تشوف فيا غير شوف فيا مزيان وحقق. انا راه ملي كنوقف قدام الانسان عطيني ربي واحد هيبه 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 بركه الله. هيبه والحمد لله. انت راه عندك الزهر بعدا اللي تلاقيت معايا. عندك الزهر دي تلاقيت معايا. ولكن حاجه وحده غنقولها اللي غيمشي معايا يمشي نيشان. كاين لا هاك لا واخا. قلتي لي ملك الجان جا بغى يخطبك. ملك الجان؟ لا لا انا مالكني. بغى يخطبك مالكني. مالك الشريفه مالك الجان مالكها. مانع جواجها فيما يجي الراجل الجواج يردو. الراجل اللي جا يرجعو الجين. وتنحس بداك الشيء تنحس به ماشي ما تنحسش. تيحلف لي وكيقول لي والله ما والله لا تجوجتي. تيبغي؟ تيبغينيش انا فيا خايب اللي مالكني خايب. كيتكرفص عليا ماشي نقولوا جن مزيان. كيتكرفص عليك يعني باش تكوني نعسة تمشي شي دير؟ لا لا تيتكرفص عليك تيضطر يسرق لك الفلوس كي يقطع كيقطع لك الحوايج كيخسر لك الحوايج التلفازه تخسر الراديو يخسر كل شيء يخسر. في هاد الايام اللي غندير اللايف شحال من حاجه فسدت لي في البيت. هو كيبغيك هو؟ لا ما تيبغيك. وكان كيبغيك ما يفسد لكش حوايجك ويخسر لك حوايجك. انت قلتي لي قابله تزوجي بشي جد؟ لا ابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انا هو ان شاء الله فيها. لا هو مالكني وانا صغيره ولكن ما تيقونيش فيها الناس. هادشي كاين مالكني وانا صغيره. الراجل يقدر الراجل يجي للزواج يقدر يهدر ولكن من بعد كيمشي. من بعد كيمشي يعني تيحلف تيقول لي انت ما غادي تزوجي. دابا مؤخرا ولا كيدير لي المشاكل. مؤخرا كيدير لي المشاكل بزاف. كيدير لي المشاكل بزاف مؤخرا. كيقدر يدير لي الصداع يدير لي الفتنه يدير لي اي حاجه تيديرها اي حاجه. انا اضطريت هاد الايام هذه ما كنعرفهاش كيفاش كتجيني ولكن كنعرف الجن هو اللي داير. قال لك هو بغى معاك الاولاد. قلتي لي البارح بغى انه بغى معاك الاولاد. ما كاينش شي انس كيولد مع الجن. ما كايناش. انهم مجرمين انهم ظالمين ظالمين. راه كاين الجن اللي كيعشق كيتزوج بها كاين اللي ما كيمنعها من الزواج كاين اللي شحال من حال. ولكن انهم ظالمين مجرمين مجرمين مجرمين. تيقوا هادشي. واخا فاش طرتي في السماء شنو درتي؟
مشيتي لقطر؟ حضرت تم. فاش طرتي ومشيتي لقطر كي جات الاجواء في قطر؟ عجبوك؟ الاجواء عجبوني والحركه نايضه، ولكن حسيت بشي حاجه. حسيت قبل ما يدار اللايف، وحسيت انا قبل ما يبدا الماتش، حسيت مهم. جاني واحد الاحساس، جاني واحد الاحساس القلب ديالي، المهم شي احساس، فهمتني؟ ما هو علاش انا خرجت في داك الشتاء وداك، علاش انا فزكت وخرجت وسبحان الله ما عرفتش كيفاش انا خارجه وطايره وباغا ندير اللايف والشتا كطيح وفزكت، ما عرفتش انا كيفاش خارجه في ذاك اللحظه باش ندعي مع المنتخب وباش وحاليا خارجه فرحانه. خليا الشتا كطيح عليا وانا فازقه وانا خارجه فرحانه. الحمد لله الحمد لله. قطر السجنون كانوا الشياطين الكفار اللي ما كيعبدوش الله. قطر الجيل اللي ما كيعبدش الله موجود. شحال من دقيقه درتي من هنا قطر فاش طرتي في السماء؟ ما كنقدرش انا ندير جوج دقائق. جوج دقائق نطير ونجيت. يعني جوج دقائق في قطر؟ انا في الخف، بالخف كنمشي. شكون اللي طيراتك الشريفه عائشه ولا شكون؟ دابا انا شنو كنقول لك؟ الجينية هي اللي طارته بشات عيشة، فهمتني؟ هي كتمشي في السماء، في السماء كتمشي فين بغات، فين بغات تتمشي. وانا كنعيش مع الجين، باش نبين لكم اخوتي، انا كنعيش مع الجين. والدار اللي فيها انا عامره جنون، الدار اللي فيها انا راه عامره شياطين ساكنين فيها الجين تياديوني، وراه غير ربي حافظني في داك الدار وصافي. دابا حاليا تصوروا تشوفوا اش كندوز انا في داك الدار، راه كندوز الحرب العالميه، الحرب 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 كندوزها في داك الدار. كنتمنى سيدي ربي يدير شي تاويل وصافي، وربي يحفظني من الشياطين وصافي. قهروني شنو، قهروني شنو، نقدر ناكل هذا بالشهيه بدات كتمشي ليا صافي في مره. قهروني ولاو كياديوني من اي، تيعكسوا كل شيء، كيعكسوا كل شيء. يعني الشياطين يعكسوا الزواج، يعكسوا الرزق، يعكسوا الخدمه، يعكسوا كل شيء، تيعكسوه كل شيء، كل شيء تيعكسوه. ولكن ربي معايا الحمد لله. فاش طرتي لقطر واش شجعتي المنتخب تما؟ شجعت وتندعي، ولكن عارفه حاسه حاسه عندي الاحساس، ولكن بغينا جني عائشه سمحي لي واحد الحقيقه بعدها. دابا خوتي الا كنتي كتسمعوني راه ما كان تنهضر في الحقيقه، زعما ماشي هذا الشيء راه حقيقه ما عندكم، ما تعرفوا انتم خوتي الا كنتو كتسمعوني وما يعجبكمش الحال. واخا قول لي، حنا بغينا دابا مشاهدينا الكرام، هذه الشريفه معروفه الشريفه مولة البركه، اللي عندها البركه واللي ساكنه غير مع الجنون، واللي طارت قالت لنا هادشي اللي قالت لنا، قالت لنا انني طرت جوج دقائق درت كنت في قطر وشجعت المنتخب، ولكن كانوا الجنون تما وكانوا الشياطين اللي ما خلاوش المنتخب يربح. هاد الشريفه دابا مشاهدينا الكرام غادي تهضر لينا وغادي تعاود لينا. انا شخصيا بغيت عائشه، الجنية عائشه هي اللي تهضر معنا وتقول لنا، لان الجنية عائشه هي اللي هزاتها وداتها لقطر، ان غادي تهضر معاها فهاد. هي ماشي هي اللي مشات دابا، شنو كنت كنقول لك؟ هي اللي هضرت معاك دابا، شنو قالت لك؟ وانا بغيت تهضر معانا دابا. لا هي اللي هضرت معاها دابا، تا السيد داخل تبت معايا، ركز شوف فيا. انا صحابني انت تهضري معايا؟ لا عيشه هي اللي هضرات، شكون اللي كيهضر؟ اشوفوا تبتوا مع السيد اللي كيهضر معاكم، راه عندك يكون داخل. انا شريفه ملي كنوقف قدام شي حد كيدوخ. تبتوا معاه راه داخل جنون. انا راه غنحس نوت، انا راني كنشوف فيه وكنخدم مع الجين باش كنخاف لا يضربوا. شكون اللي هضرت معنا؟ شكون عيشه هضرت معاك؟ شكون اللي هضر معاك؟ دابا يقدر يضربني شي جن. على انا شنو كندير هنا؟ راه كنحصنك، كنخاف لي اديك شي، راه يقدر يدور كيدوخك، ما كيخليكش تكابطي، كيلعب لك على الذاكره ديالك. كيلعب لك على الذاكره العقل باش ما تركزش في الهضره.
باش يخليك تخرج وتدخل في الهضره، ما تعرفش راش كش كتقول. واخا فهمتني؟ هضري معنا جني عائشه، بغيتي تهضر معنا في المباشر. مرحبا. هذه عائشه الشريفه. عائشه اي شنو كنقول لك انا من الصبح راه كنخدم معاك، خايفه شي جني يقلبك يقلب لك عقلك هنا. ياك اشوف فيا راه كنهضر معاك. حقاش كنحس ملي كنشوف انا الواحد صافي ما غايقلب حدايا انا شي جني. انا دابا راني ما قارياش، ما كنقرا حتى حرف، ولكن الكلام عندي موزون. عارفه راسي اش كندير، ما كنكتبو ما كندير حتى شي حاجه. دابا انا الجن اي قدر يقلب لك مخك. كاين شي جن حدايا كتشوفيه؟ كيدورو حداك ودارو حداك قبل ما نوصل حداك انايا، قبل ما نجي لعندك راه كيلعبو حداك، كيدوخوك، عرفت اش كيديرو لك؟ ما كيخليوكش تركز، ما يخليوكش تكابطي. فهمتني؟ وركز معايا دابا. انا مركز. ركز وشوف فيا. كنشوف فيا. ركز ما تبقاش راني دابا كنشوفك انت. شنو تقول لنا عائشة دابا؟ اللي كنقول لكم انا تنبغيكم بزاف. كلكم وليداتي، ها؟ انا هي الام ولكن كلكم وليداتي. انا الام ديالكم ولكن كلكم وليداتي، وخا تنعاني انا كنسامح كل شيء. ما كنسامحش غير الشياطين. غير اكبر جن دابا اللي راني كنحارب انا وياه هو اخيب جن في الجنون. هو حمو. حمو. اخيب جن. نعم انا لك اخيب جن في الجنون. هو اللي كنعاني معاه دابا. ومسخ ماشي نقي. كيبغي له صخ. علاش انا ملي كنجي لحداك كنبغي حتى حاجه تقاس في الارض. انا نقيه ما كنبغيش لاصق. نقيه الحاجه ما تقاش في الارض. نظافه. بنادم ممسخ ما يدخلش. الرجلين الا ما كانوش نقيين ما يدخلوش عليا البيت. كتسمعني؟ ركز. كتسمعني؟ انا نقيه نقيه كنحارب لوسخ. انا ما كنبغيش اي دار دخلت ليها ردها كتشعل. وهضري لنا دابا عائشه، قولي للمشاهد انك انت عائشه الجنيه باش تيقوا. انا عائشه الجنيه. الجنيه الا بغيتوا تعرفوا انا عائشه الجنيه. وانا هي انا هي كنهضر بصوتها. كنهضر بصوتها قاش انا ساكنه في الجسد ديالها. كتسمعني؟ ساكنه في الجسد. ساكنه في الجسد ديالها. وهي مسكينه ما ساكنش فيها غير عائشه، ساكن فيها بزاف اليهود. ضاربينها اليهود، ولكن اليهود راه كيأذيوها. هي ساكنينها اليهود في الصغر ديالها اللي كانت صغيوره. واليهود انا كنحاربهم، كنحاربوهم تيأذيوها. هي راه فيها اخيب جنون. ربي ما عطاها الدين الحكمه، فيها اخيب جنون. ركز معايا. كيبوهلوه ويخليوه يشوف هك وهك. واش دابا انا غنوض نداوي حتى هذا اللي كيدير معايا؟ الله يولا. واه داوينا حتى حنا. انا خايف لا يصرفني شي جن. انا صافي شتك الراس ديالك صافي ضخت. خايف اللي يضربني شي جن. لا عود بلا، غير توضى وقرا القران وما تاذيك حتى حاجه. غير شوف. دابا انت كتشوفي الجنون حدايا. تنحس بهم كيدوروا في الجنب ديالك، ولكن هما ما يبانوش، ولكن كيخططوا كيدوروا في اي جهه باش كيدوخوك في الهضره، ما كيخليوكش تكابطي. باش يبوهلوك. كيلعبوا على الذاكره العقل، خلاليه العقل تيلعبوا عليها، تيخليوكش تركز. دابا واخا باش نكمل معاك مزيان. واخا نرجعوا له شويه. قولي لي قربي عندي هنا. انا قلت لي غادي تجي تصور معايا في الدار، قلت لها نجي نصور معاك في الدار، ولكن خفت لان حيت عندك الجنون في البيت، خفت نعفط على شي جن صغيور. عندي الشرفه، عندي المؤمنين. ياك. عندي المؤمنين، هما ملي غيبغيو يعطيوك الاذن غيجيبوك بلا ما نقولها انا. ياك. الا عطاوك الاذن كون على يقين تلقاك في باب الدار. ياك. ما عرفتش علاش انا بغيت نصور في السكنه ديالي. ياك. بغيت نصور في سكنتي. ودابا تما في السكنه ديالي قربي حدايا، في السكنه ديالك كاينين جنون عايشين معاك تما. الجنون الكفر كيديروا العكس. ياك. كيقول لك غتشوهي بينا، غتجي بينا حتى للدار وتشوهينا. ودابا انت دابا اللي كتهضر معايا الجنيه عائشه، واش ما خفتيش تخرجي الاعلام الجنيه عائشه؟ علاش؟ انت خرجتي للصحافه وكذا بوجه مكشوف،
انا ما كان انا ما كنأديش الناس وما كنظلمش الناس وتندعي مع الناس وكنساعد الناس، واللي ما اداتو شي حاجه من عند الله راه حتى حاجه ما تاديه. يعني حصري ما تظلمش الناس. غنقول لكم واحد النصيحه، ما تاديش الناس. شوفي في الكاميرا وهضري مع المغاربه. ما تاديوش الناس، الا بغيتو حتى حاجه ما تاديكم، ما تظلموش الناس، ما تاديو حتى واحد، ما تظلمو حتى تحق روحك، ولا تشوفوا هاد السيده كتهضر وتحق روحها. عطيها ربي حكمه القطاط، كتعرفوا القط؟ عطيني ربي الحكمه ديالو. كيفاش حكمه القطوط؟ حكمه القطوط دابا القط كنشوفو الا كان جن كنعرفو، كان ماشي عادي كنعرفو. ياه. كنشوفو كيشوف فيا تيهرب. ياه. كيكونوا كيخسروا الحوايج، كيقطعوا القط، يعني كيوسخ، كيكون ساكن فيه جن. انت ما كتعرفوش. عطيني هاد الحكمه ديالهم، كي ملي كندخل لشي بلاصه كيشوفني كيهرب. كيتخبى كاع، تنبدا انا كنضحك كنقول له واخرج، كيتخبى كيبقى مخبي في شي قنيات. يعني جنون كاينين. كاينين. ما تقولوش تخرب. انت نقدروا نقولوا انت هي الشريفه القاهره ديال الجنون. انا المحكمه ديالهم. ديال الجنون. وجنو دابا المراه اللي ما تتولدش ممكن انك تعاونيها تولد؟ انا ماشي نقول لك نعاونها، انا ماشي باش كنقول لكم راه غندخل في الشرك ديال الله ولا شيء، انا كندعي مع الواحد، وتحنا خلقنا الله باش نعبدوا الله، ماشي باش وما خلقت الجن والانس الا باش يعبدوني. سمعتني؟ خلقت الجن والانس باش يعبدوني. المرأة اللي ما كتولدش داك الشيء ديال الله، وكيقدر يكون عندها العاشق، الجن العاشق تقدر تتحمل وكيطيحوا لها. ياه. اه خليه حتى يوجد وكيديروا لها النزيف. ياه. والمراه اللي كتشوف في المرايه بزاف، اللي كدير المكياج بالليل وتقادد تقادد. ياه. والمكياج واللباسات والشوفان في المرايه كيكون عندها العاشق، كيكون هو كيشوف فيها، هي كيجيب لها الله عادي، ولكن كيكون عندها العاشق، الجيل العاشق تا يجي الليل هي عاد دير المكياج. تحيدي منهم الجنون انت؟ انا كندعي معاهم، كنقول لهم صليوا وعبدوا الله، كتسمعوني؟ اشوف باش نبين لكم اللي كاين، باش نبين لكم اللي كاين. راه الجن قسما بالله كيخرجوا شي راقي، وانا غنحلف عليها وكما بغيت، قسما بالله كي شي جن كيخرج على شي راقي ولا شي بخور ولا شي دواء، راه غير كيضحك عليهم. سلاح الجين، سلاح الجين هو النقا، تكون دائما طاهر النظافة، وهز السلاح ديال الوضوء والنظافة عندك في البيت، وتكون حوايجك ونبين لكم حتى الروبالة وحوايجكم اللي كتبقاو تزولوا وترميو في الأرض، أحيد ورمي حيد ورمي، ومريواتكم مشقلبين حوايجكم مرميين كونوكم. ماشي عيش الروبالة؟ كتكون عايشة الروبالة في الدار، عيشات كاينة، كاينة الروبالة، أنت تجمع يا تروبلة. قنديشة، أنت عندك قنديشة؟ لا أنا عندي الشريفة، أنا شريفة، ما كاين لا قنديشة لا جوج. الشريفة هادي، وتبت معايا، ولا في الليل تلقاني حاضرة معاك باش تعرف جنية كاينة. كتسمعني؟ أه كنسمع. وترد عليهم. أه. ياه. ورد عليهم. أه. إلا ما تيقتش هاد الشيء، رد عليهم في اللايف. أه. كملي. قلت لك. اللي كترميو حوايجكم البنات اخوتي، اللي ماشي كان نقول لكم شي حاجه، اللي حيد حوايجو يطويهم، اللي ناض من فراشتو من الفراش ديالو يطوي بلاصتو، يخرج فراشتو تضربو غير شويه د الهواء، يخلي بلاصتو نظيفه، يطوي حويجاتو، ينظف البلاصه ديالو، النقا الوضوء، والله ما يدور بكم شي شيطان. والقران دائما يبقى يتسلق في البيت ديالكم، كينفر الشيطان من البلاصه ديال النقا، كاين فرق. شنو رسالتك للمغاربه كاملين؟ رسالتي للمغاربه كاملين، الله يسهل عليهم ويعطيهم ما كيتمناو في الصحيحه ديالهم، وهاد الشريفه اللي كتهضر معاكم، انا راه ابتلاني الله اخوتي، بلا ما كنبغيوش اخوتي تقولوا عليا شي كلمه، ما كنبغيكمش توقع عليكم شي حاجه ولا تتاذوا، حقاش قال لك اولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون. دابا انت وليه من اولياء الله؟ وليه من اولياء الله. قال لك اولياء الله لا خوفا عليهم ولا هم يحزنون، ما كنبغيش اخوتو تقولوا عليا شي كلمه، واخا انا ما تنعرفكمش،
كندعي معاكم يا ربي يسمح لي يكتب عليا شي حاجه. لحقاش ما كتحكموش، انا هاد الانسان اللي كنهضر معاكم عانيت في حياتي وداك ندوز الفقر وندوز الازمه وندوز القهرة وتصوروا تاد اللايف اللي درت راه خوتي غضبوا عليا وضربوا ما عجبهمش الحال غير انا والله وصافي. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. هذاك الشيء علاش ما كنبغيش اخوتي الواحد ما يديش الذنوب، ما يديش الذنوب. انا راه الرقى اللي كيسمعوني بعدا غنهضر على الرقى اللي داروا لي الرقيه. كنت كندير الرقيه، كنت انا مريضه وكيديروا لي الرقيه. ما كاينش الراقي اللي وصلت عنده خرجت له طريفه، سمعتني؟ اللي وصلت عنده وقعت له شي حاجه ما عرفتش علاش. قلت لي هذاك النار شي راقي كندير لك الرقيه طار لقى جبر راسو في السنغال صح؟ لا، اللي وصل اللي دار لي الرقيه ما كيبقاش يدير الرقيه، اللي كيوصل لي انا كيستحق. واخا انا خوتي غنقولها وراه غنصرح بها، هذاك راه قسما بالله الا غير ربي شوف كي دار لي تاوي الخير. والشياطين داروا لي القالب، الشياطين ملي شافوني درت داك اللايف الاول، واحد اللايف في الاول داروا لي واحد الفك تبعوا عليا. الشياطين متبعين اللايفات؟ متبعين اللايفات، داروا لي القالب. شون تيفي داروا لي القالب الشياطين، كتسمعني؟ الجن دار لي القالب، عيطوا لي من فاس قالوا لي اجي، الشياطين دايرين الخدمه قالوا لي اجي، راه كاين واحد المحسنين كيساعدوا بالفلوس. سمعتني؟ فاش كنمشي لعندها شكون اللي داروا؟ داروا الجنون، الجنون كثروا. حنايا انا الشريفه نط كثرت على الشريفه كان باش غيديوها كنقول لها توضي وسيري على وضو، باغيين يقتلوها، كانوا داوها باش يقتلوها، داوها عند شي فقيه قال لك كيدير الرقيه باش يقتلوها. وديك الفقيه شنو وقع؟ شنو وقع؟ دخلت، الا كان كيسمعني، الا كان كيسمعني سير انا سامحالك، انا سامحالك، والا كانت وقعت لك شي حاجه انا سامحالك. واش عمركم شفتوا شي فقيه كيدير العصا؟ شي راقي داير العصا باش كيضرب قال لك الجن؟ عمرك شفتو؟ كيدير العصا قال لك كيغرد كيضرب في بنادم قال لك اسيدي كيضرب الجن. هو كيعطي العصا لذاك الانسان اللي واش كيجي جن كيخرج بالعصا؟ كيجي جن كيخرج بالعصا؟ اقسم بالله ولا كان كيسمعني. جا لحدايا بدا كيضربني الوجه، عطاني انا كنبغي نهضر كنشوف واش عنده شي حكمه، لقيت ما عندوش الحكمه. باش طاكيت على راسي كنت الله يستر نط هزيتو كنت غنقتلو. ولكن علاش درت له داك الشيء؟ باش هو يبعد، يعني كان غيجيفها السيد، كان غيدير لها دره وغيجيفها في عنقها باش غيقول لهم غيجيف الجن، هو كيجيف الشريفه. ولكن بالهزه باش خرجت هزت يديها لله قالت حسبي الله ونعم الوكيل. ما بقاش كيدير الرقيه، الا كنت كتسمعني راه ما بقاش. قول له شنو وقع له؟ طاب قول له شنو وقع له؟ الرقى اللي داروا لي الرقيه هما اللي كانوا كيسمعوني، قول لهم شنو وقع لهم. تحدي دابا انت الرقى؟ غنتحدى الرقى. الجن ما كيخرج على الرقى، ما كيخرجش بالراقي. باش كيخرج؟ علمها في المباشر. انا بغيت غنتحدى الرقى، حتى واحد ما يبقى يدير الرقيه. اللي كيدير الرقيه بلا فلوس. القران ديال كتاب الله نجي نقرا على واحد الانسان نشعل القران ندير عليها البركه، ما كاينش الفلوس. يلا ما كاين حتى ريال، انا فابور ما كاين لا كتابه لا شمع لا حتى شي حاجه. اولادك اللي كيقولوا مشيو نكتبوا نشعلوا الشمع نديروا نكتبوا باش نولدوا نكتبوا باش واللي عنده الثقافه تحيدي له الثقافه. اللي عنده الثقافه انا لا عيشه، ولكن كنعرف السحور في كاين كنعرفه، ولكن ماشي سهله، صعيبه 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 باش حوزه سيدي حدايا من الشطابه، راه ما كنبغيش لي شطب حدايا، الله يرحم الوالدين. الله يسهل عليك. انا بعدا كنتحدى الرقى، اشوفوا اللي مراضين اللي مسكونين بالجين، راه حتى واحد اخوتي ما يمشي لعند شي راقي باش نبين لكم اللي كاين. دابا هذا شي جن اللي جايبو كيشطب حدايا، او كيديروا لي الفتنه، كيديروا الفتنه ولاد الحرام. راه الجن بوش كيدير؟ ايوا اش كيدير الجن؟ عرفوا اش كيديروا ولاد الحرام؟ هو اللي كيديروا هالشي ويقولوا له دير لها الفتنه، شطب عليها ولا كرط عليها بالكراطه ولا لوح عليها لوسخ كاع، يعني هما كيديروا هالشي. شنو تقولي الجنون دابا اللي تيشوفوا؟
الجيل اللي كيشوفني الجيل الكافر قول له ما عندك ما تصور مني، قول له غير نعسوا على يديكم دليبن وارتاحوا، انا راه ما غيغلبني حتى جن، انا راه باغي نربطوني، انا راه جنيه كمسلمه كنعبد الله، قال لك تتشوهينا باغي نقتلوني، اي طريقه باش يديروها لي باغيني ادي باغيني اديهم، قاش قال لك كيديروا ما كيخليهم ما يديروا باش انا نتادى، ما غيقدوش عليا، ما غيقد عليا حتى جن غير تا. انا ماشي كنتحدى امشي الرقات اللي بغاو الناس يديروا الرقيه فابور، نقرا عليك القران فابور، اولادك اللي كيقول لك انا غنمشي نكتب باش نولد، الناس الجهاله اللي كيجيو يتسناو واحد غنجي نكتب له في ورقه ونعطيها له، سيري تحزم بهاد الوريقه راه غيجيب الله البركه، هذا ماشي جهاله، سير شعل هاد الشمعه ربي غيجيب لك القابول، هذا ماشي جهاله، جهاله ولا ما جهالاش، يعني كاع اللي كيمشي يقول لك هو ارى 500 درهم ارى 200 درهم ارى كاين اللي مسكين، انا دابا مثلا ما عنديش الفلوس، ما عنديش الفلوس، كنت انا حاليا كنمشي عند شي واحد كنشوف واش عنده شي حكمه، كنبقى ما عنده لا حكمه لا والو، ما عنده لا حكمه، حكمه الجن راه ماشي سهله، ماشي غير اجي وقول انا عطاني الله حكمه الجن، لا اللي بغى يقول عليا شي حاجه يقولها، انا ما غيصور ما كان هادشي اللي كنقولو كلشي كنقولو بالحق، انا غير المهم الشياطين ما عندهم ما يصوروا مني، جيل الكافر قول له انا ما غنتعاتقش انا وياك. مشاهدينا دقيقه، مشاهدينا الكرام، رحمه الشريفه كي تشوفوها تتحدى الرقات، تحدات الرقات انهم 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 تحداتهم الان ان عندها البركه، انه ما كاينش اللي كيحيد الجن بالعصا وداك الشيء كما قالت. مشاهدينا الكرام كي تشوفوا معنا رحمه الشريفه اللي دخلت قلوب المغاربه واللي قالت لك طارت ومشات لقطر باش ما خداتها اسبانيا فرنسا، ما خداتهاش فرنسا والله يا بابا، هلا خداتها ما خداتهاش فرنسا، المهم فرنسا ما خداتهاش، والمهم فرحوا والمهم وصلوا للنهايات الحمد لله، واش احسن فرحه ما جاتكمش داك الليله الخير دمولانا الشتا اللي هابط، انا بعدا بيتها هزه يدير السمك وداك الشتا كطيح وانا كنشكر الله كنقول له يا ربي حمدتك وشكرتك على الشتا وعلى الخير وعلى الدنيا تنقات والشجر تنقى والناس في الباديه كيحرطوا والحمد لله، والله الا احسن فرحه، احسن ما عطانا ربي هي الخير الشتا اللي طاحت، الحمد لله الحمد لله، ماشي كان الجفاف وكانت الشتا ما طاحتش والحمد لله وكل شيء يابس وكل شيء واقف وكل شيء، الخير غير مع الشتا، والله الا الخير غير مع الشتا بالله، انا داك الليله الشتا هابطة وانا جالسه في السطح كهزه يدي السما وكنشكر الله، كنقول له يا ربي حمدتك وشكرتك على الخير دمولانا اللي هاب، وانا خارجه داك النهار اللايف شت الشتا كي دايره وفزكت كاع وليت فازقه، ولكن خارجه فرحانه الحمد لله الحمد لله خارجه فرحانه.